أصله طيفي. وما بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فإن الإسلام دين رحمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت بعثته رحمة للعالمين جميعا. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فكانت بعثته عليه الصلاة والسلام رحمة بالإنسان ورحمة بالحيوان، فالإحسان كتبه الله سبحانه وتعالى على كل شيء. في الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما حائطا من حوائط الأنصار، أي بستانا من بساتين الأنصار، فجاء جمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فطأطأ رأسه عنده عليه الصلاة والسلام، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يشتكي من صاحبه، فقال عليه الصلاة والسلام: لمن هذا الجمل؟ قالوا: لفتى من الأنصار. فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: إن هذا الجمل يشتكي منك أنك تجيعه وتتعبه وتدئبه، أي تشق عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان من رحمته أنه أزال الشكاية عن هذا البهيم، عن هذا الحيوان. وجاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إنني أريد أن أذبح الشاة، فإذا أردت أن أذبحها أرحمها. فقال عليه الصلاة والسلام: الشاة إن رحمتها يرحمك الله. هذا يدل على أن الرحمة في الإسلام ليست فقط بين الآدميين، بل هي مطلوبة حتى في الحيوان. ومن رحمة الإسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التحريش بين الحيوانات حتى لا تقتتل فيما بينها، بل ورتب الأجر العظيم على من أحسن إلى الحيوان. جاء في الصحيح أن رجلا أدركه العطش فمر على بئر فنزل فشرب من ذلك البئر، فلما صعد من ذلك البئر إذا هو بكلب يلهث أصابه عطش شديد، فقال هذا الرجل: لقد أصابه من العطش مثل ما أصابني. فنزل إلى البئر وحمل الماء وسقى ذلك الكلب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فشكر الله له فغفر له. وفي بعض الروايات أن هذه امرأة بغي من بني إسرائيل هي التي فعلت ذلك. فلما سمع ذلك أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قالوا: يا رسول الله، أئن لنا في البهائم أجرا؟ أي إذا أحسننا إليها وأطعمناها أيكون لنا أجر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: في كل كبد رطب أجر. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا عن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. هذا الحديث يدل على أن من كان عنده حيوان، من كان يملك حيوانات، فإنه يجب عليه أن ينفق عليها، لا أنه يتركها دون طعام، لأنه مسؤول عنها محاسب عليها. ولذلك ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى أن من أسباب وجوب النفقة الملك، فإذا ملك الإنسان بهائم فإنه يجب عليه أن ينفق
أن ينفق عليها، ونهانا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نؤذي الحيوان، فرأى عليه الصلاة والسلام في مرة من المرات حمارا قد وسمه صاحبه في وجهه، أي أحرق حديدا بالنار ووضعه في وجهه، فقال عليه الصلاة والسلام: ملعون من فعل هذا، لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن وسم البهائم. هذه بعض التعاليم التي جاء بها الإسلام، والتي تدل على أن رحمة هذه الشريعة ليست خاصة بالبشر، بل شملت البشر وشملت الحيوان والطير. والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. أصله الطيفي.